وفي وسط قاعة المحكمة قامت عدد كبير جدا جدا من السيدات بيقولوا احنا لازم نحاكم البنج النصفي، انت يا بنج يا نصفي اللي عملت لنا آلام شديدة في أسفل الظهر، ولازم نعرضك للمحاكمة، انت أذيتنا كتير واحنا كده خلاص مش قادرين اننا نسكت على هذا الأذى اكتر من كده. وقف القاضي وقال له ايه ردك يا بنج يا نصفي على التهمة الموجهة ليك بانك بتعمل ألم شديد في أسفل الظهر للسيدات بعد الولادة؟ بنج نصفي استغرب جدا وقال لهم انتوا بتتكلموا عني انا لوحدي ولا بتتكلموا عن اي ألم موجود في أسفل الظهر بعد الولادة؟ احنا عايزين نقول حاجة مهمة، ان فترة الحمل طول فترة الحمل كان في اضطرابات هرمونية ولخبطة شديدة كانت بتحصل نتيجة اضطرابات هرمونات الحمل، وبالتالي كانت بتعمل ارتخاء في الأربطة اللي بتدعم منطقة الظهر ومنطقة الفقرات، وكانت بيحصل منها آلام شديدة حتى في منطقة الحوض كمان وعظم الحوض، وتبدأ السيدة الحامل تشتكي من انها مش قادرة تحرك منطقة الحوض وانها عندها تقل شديد وآلام من تحت. البيبي الكبير اللي بدأ يضغط على منطقة الظهر وبدأ يضغط على منطقة الحوض، وبالتالي بدأت السيدة الحامل تحس معاه بآلام شديدة أيضا في منطقة أسفل الظهر. كل دي كانت أمور بتخلي الحامل يجي لها أوجاع مزمنة في فترة الحمل، للأسف في أوقات كتيرة جدا كانت بتستمر معاها في فترة ما بعد الولادة. يعني البنج النصفي مش انت اللي مسؤول يا بنج يا نصفي عن الام الظهر؟ لا، ده انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا ممكن اعمل الم للظهر، لكن الام الظهر اللي بعملها انا من ابره التخدير اللي بنستخدمها، الام الظهر دي بتكون الام مؤقته زيها زي اي الام بتتم نتيجه ابره عضل بتتاخد في جسمنا، وبالتالي بمجرد ما اثر الحقنه دي راح الالم ده بينتهي، يعني الموضوع ما بيستمرش اكتر من اسبوع لاسبوعين، اكتر من كده لا مفيش الم. والفترات اللي بيحصل فيها الالم الشديد دي ممكن تستمر بعد الولاده كمان نتيجه اول حاجه اضطرابات الحجم بتاع البطن اللي بيبدأ يظهر بعد الولادة نتيجة ان السيدة اللي ولدت ما بتعملش التمرينات اللازمة انها تشد عضلة البطن، وبالتالي بيحصل ارتخاء في المنطقة دي وثقل من الأمام يأثر على منطقة الظهر من الخلف ونشوف آلام الظهر المزمنة نتيجة الأوضاع الخاطئة اللي بتاخدها فترة الرضاعة، نتيجة عدم اهتمامها بأنها تعتني بجسمها وتعتني بالكالسيوم وفي نسبة فيتامين د. كل دي أمور بتساعد على آلام شديدة في منطقة أسفل الظهر، وللأسف نسبة 99% دايما نقول أن المتهم الأول فيها هو بنج النصفي. البنج النصفي هنا وقف كده وقال خلاص يا جماعة، يعني انتوا قلتوا عليا كلام وده مش حقيقي. قامت سيدة تانية من السيدات قالت له لا استنى يا بنج يا نصفي، في حاجة كمان انت عملتها، انت جبت لي صداع شديد جدا جدا بعد الولادة، ما كنتش قادرة ارفع راسي معاه، ولا كنت قادرة احس بالفرحة بتاعت البيبي، ولا قادرة اشيل البيبي بتاعي، ولا قادرة استمتع بأي حاجة في الوقت ده، مش انت اللي عملت كده برضو؟ انا كل الدكاترة قالوا لي انه كان بسببك. هنا البنج النصفي سكت شوية وما كانش لاقي حاجة يرد بيها، لكن القاضي قال له لا لازم ترد وتقول لنا هل ده حقيقي ولا ايه. البنج النصفي قال لهم بصراحة هو فعلا حقيقي، والصداع اللي حصل بعد الولادة هو صداع بسبب البنج النصفي، لكن مش انا لوحدي المسؤول عنه، جزء كبير منه هو اختيار الابرة اللي كان المفروض مسموح بها لهذه الحالة أو اللي المفروض الحالة دي تحتاجها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في كذا نوع من الإبر؟ آه طبعا، الإبر دي في منها إبرة ضيقة وفي منها إبرة واسعة، وبيتم الاختيار بناء على الحالة وعلى تقدير الحالة، والموضوع بيرجع بشكل رئيسي لخبرة دكاترة التخدير. طيب الموضوع كده وبس؟ يعني انت ودكاترة التخدير بقى المسؤولين عن الصداع اللي حصل لي؟ هنا بقى الست السيدة اللي اتكلمت كانت مبسوطة جدا، قالت له ايوه فعلا انت اللي غلطان. البنج النصفي قال لها لا، وفي جزء كبير جدا السيدة الحامل هي اللي ولدت دي هي اللي مسؤولة عنه، هي وكل المحيطين بيها. ايه الكلام ده؟ ايه الجزء ده اللي ممكن يعمل لنا صداع بعد الولادة؟ اللي ممكن يعمل لنا صداع بعد الولادة هو اننا نرفع راسنا بعد الولادة مباشرة او قبل ما يعدي علينا على الاقل من 4 ل6 ساعات. هنا كل المحكمة وكل اللي كانوا في القاعة سكتوا، كلهم قالوا ايه ده؟ يعني ممكن ما تكونش انت اللي مسؤول عن الصداع ده يا بنج يا نصفي؟ ايوه مش انا المسؤول عنه، جزء كبير منه كانت تعليمات لازم تمشي عليها الام اللي ولدت لكنها ما اهتمتش بيها.
خلاص كده يعني احنا كده خلاص هنبرئ البنج النصفي وخلاص كده البنج النصفي مش غلطان، لكن قاعة المحكمة كلها اتلخبطت والناس كلهم قعدوا يقولوا لا ازاي كده البنج النصفي هو المسؤول، واحنا مش عايزين بنج نصفي، احنا عايزين دايما ناخد البنج الكلي ومش عايزين نتعرض لأي مخاطر ممكن ترد من البنج النصفي اللي سمعنا عنها في حاجات كتير. هنا في صوت عالي كبير جالهم من ورا خالص من آخر المحكمة بيقول لهم ثانية واحدة، أنا لازم أقول السر بتاعي. كل الناس اللي كانت في المحكمة بصوا كده ورجعوا بضهرهم لورا يشوفوا الصوت ده جاي منين. لقيوا الصوت ده جاي من واحد كبير شعره كده أبيض ولابس أبيض فأبيض وماسك عكاز في إيديه وداخل عليهم بيقول لهم أيوة أنا لازم أقول السر بتاعي. كل اللي في المحكمة فرحوا قوي أول ما شافوه، قالوا له يا أهلا إزيك يا بنجي يا كلي، إحنا فرحانين خالص إن أنت جيت، ده إحنا بنقعد نتخانق مع الدكاترة علشان خاطر يدونا بنج كلي وبنقول لهم مش عايزين البنج النصفي ده خالص خالص، أنت لازم كده تخليك موجود على طول معانا. بنج كلي يبص لهم كده وقام إداهم ظهره وبص لمنصة المحكمة وقال له أيوة يا سيادة القاضي أنا البنج الكلي، أنا اللي كنت موجود من سنين طويلة جدا قبل البنج النصفي ما يجي، أنا اللي الدنيا كلها ما بتحسش بيا خالص، أنا اللي الناس بياخدوا الحقن من هنا ويروحوا في عالم تاني من هنا عشان كده ما بيحسوش بأي حاجة من أعراضي، لكن أنا عايزة أعترف لك بكام سر كده مهمين. قال له القاضي طيب تمام قول لنا كده يا بنجي يا كلي، ده احنا اصلا فرحانين خالص ان احنا شفناك، ايه بقى الاسرار اللي انت عايز تقولها لنا دي؟ قال له بص هقولك على حاجة، هو انا كده الفترة اللي فاتت دي انا كنت قاعد متردد اقول ولا ما اقولش، لكن انا لازم اعرف الناس كلها ان انا زي ما بأثر على الام انا بأثر على الجنين، زي ما بخدر الام انا بخدر الجنين. ازاي الكلام ده؟ يعني انت بتوصل للجنين يعني احنا ممكن نخرج الجنين مش قادر ياخد نفسه؟ قال لهم اه وده بيحصل وحصل مع حالات كتير، وبالتالي بيبقى في مشاكل بعد الشر ممكن يتعرض لها هذا الجنين، والمشاكل دي كلها كنا بنتجنبها في البنج النصفي. قالوا له ازاي الكلام ده وقاعة المحكمة كلها بقت الناس عمالة تتكلم فيها والمكان هاج وماج ومحدش عارف يلم الموضوع؟ قام البنج الكلي قال لهم وفي حاجة كمان. قال له القاضي قال له ايه يا بنج يا كلي ايه تاني؟ قال له انا خلقي ضيق شوية، انا ما بستحملش، انا مجرد ما بدأت اشتغل في الحالة لازم بسرعة بسرعة دكتور التخدير يبدأ يحط حاجة اسمها الانبوبة الحنجرية في بق العيان وحنجرته علشان يقدر يوصل الهواء، لانه لو ما لحقش يركب الانبوبة الحنجرية دي بعد الشر ممكن العيان يموت. هنا وقفت المحكمة وكل القاعة وقفت في صمت. ياه انت ممكن تعمل كده يا بنجي يا كلي؟ البنج كلي قال لهم ده لسه فيه كمان، في مشاكل كبيرة جدا كانت بتحصل من الحالات بسببي نتيجة استخدامهم لبعض الأدوية في التخدير، وكانت الأدوية دي بتعمل حساسية عند بعض الحالات، للأسف الأدوية دي ما كانش فيه أي فرصة لتدارك هذه الحساسية، وكانت بعد الشر قد تؤثر على الحالات بدرجة مستمرة وثابتة ودائمة كمان. يا بنج يا كلي ده احنا كنا بناخدك كده في الكانيولا وما بنحسش بيك وخلاص كده نقول ان احنا نمنا وصحينا لقينا البيبي جنبنا. ياه قال لهم اه انا ده كلها كانت اسرار ما كنتش عايز احكيها للناس وما كنتش عايز اعرفها لهم، لكن ان الاوان ان انا اقولها، انا كنت موجود من سنين طويلة صحيح وانا قبل البنج النصفي بكتير، لكن البنج النصفي جه علشان خاطر ينقذ الناس من كل الحاجات دي، بنج النصفي جه علشان يدي الناس احساس بالراحة بعد العملية بساعة وساعتين وتلاتة كمان، لكن انا بمجرد ما تأثيري بيروح بمجرد ما خلصوا العملية والدكتور التخدير بيبدأ يفوق الحالة خلاص شكرا الحالة تبدأ تحس بالألم مهما كان، بالعكس درجة الألم بتبقى عالية جدا في المرحلة دي. يعني انت عايز تقول ايه؟ قال لهم انا عايز اقول الحقيقة، انا عايز اقول ان البنج النصفي مهما كانت مخاطره هي مازالت أقل بكتير جدا جدا من المخاطر اللي ممكن تحصل مني أنا كبنج كلي.
لكن مش معنى كده ان انا ما بقتش موجود خالص، انا موجود معاه وفي ظهره وبسنده. الحاله اللي مش هينفع معاها بنج نصفي انا موجود معاه، انا هقدر ان انا اغطيه، لانه ما فيش اختيار تاني ساعتها، انا لازم ان انا اكون موجود. علشان كده انا جيت علشان اقول لكم انتوا لازم تكرموا البنج النصفي، وتكرموا اللي فكر في البنج النصفي واللي اخترع البنج النصفي، لانه انقذكم من مشاكل كتير جدا كانت بتحصل بسببي وما كانش ليا ايد ان انا اقدر اوقفها. فتحيه ليك يا بنج يا نصفي، وتحيه لكل ام بتستحمل سواء البنج النصفي او البنج الكلي وتعرض حياتها، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يا رب هو اللي بيؤجرها عندها. لو شايفين انكم استفدتم من الدرس واننا قدرنا نوصل المعلومه بطريقه بسيطه كده وسهله وسريعه، اتمنى انكم تقولوا لنا ده في التعليقات، وتقولوا لنا اقتراحاتكم لطريقه احسن والدروس اكتر نقدر وموضوعات اكتر نتكلم فيها. وطبعا ما تنسوش انكم تضيفوا علامه اللايك وتشاركوا الدرس مع كل المحيطين بيكم والمهتمين بهذا الامر. كان معاكم دكتوره ريام الشال، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب من طبيبتي. كل سنة وانتم طيبين.